ايه يا جميل؟ عايزة ولد ولا بنت؟ كل اللي يجيب ربنا كويس، بس بصراحة يعني نفسي في بنت. وليه مش ولد؟ عشان زياد عنده ولد ربنا يخليه له، فأنا بقى أجيب له البنت فيبقى عنده الولد والبنت. إن شاء الله هتطلع جميلة وطيبة زي مامتها. يا رب. دكتور أحمد. أمر يا دكتور. عملت السيمين بروسيسنج جبت على سبير الزوج. أكيد طبعًا. دي ستيب مهمة جدًا وكانت لازم تتعمل في اللاب. باتم. أيوه يا دكتور. مش عايزة حضرتك تقلق خالص. احنا محضرين ومجهزين الالترا ساوند ومستنيين حضرتك تبتدي. تمام، مش عايزك تقلقي خالص، مش عايز اي تنشان، عمليه بسيطه مش هتاخد دقيقتين. اوكي هتكمل على الله. معي زياد. زياد نادر عايز يكلمك. ايه نادر عامل ايه؟ لا انا تمام الحمد لله. لا دي بتتعمل من غير البنج دي. اه هتخلصها بسرعه ان شاء الله. لا 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 مش لازم تيجي ولا حاجه، مراتك موجوده ايه وقايمه بلودي. يلا معاك اهي، هشوفك قريب. سلام. تمام يا حبيبي، باي. الحمد لله ضحينا بالام والجنين عشان الاب يعيش. يا عم بطل هزار يا عم، طمني. اطمنك على ايه؟ مش عارف اذا كنتش دكتور وعارف انها شك الدبوس. سيبني بس اطمن على طنط واسلم عليها، دي وحشتني. انا يعني بتسال انت فينك من سنين يا ابني؟ ايه ده؟ اوبا، يبقى ابنك ما بيوصلش السلام كده، في زياره مخصوص ليك. تشرف واعمل لك الشركسيه اللي بتحبها. ربنا يخليك ليا. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا دكتور. اطمن يا ابني، خلاص 5 دقايق وتتنقل اي اوضه، ساعة وتروح على البيت. 15 يوم راحة. بعدهم تحلل ونبارك لكم بقى على الجنين. يا رب يا رب يا رب. ممكن تخش تشوفها دلوقتي. ده ممنوع، بس عشان أنت صاحبي هدخلك. يلا. بعد إذنك يا رب. شكرا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا حبيبي. دي كويسه؟ الحمد لله زي الفل. هشام قال لي انك مش هتتحرك لمده اسبوعين، فلو عايزه اي حاجه انت تأمريني انفذها على طول. يا سلام. يعني انت فاهمني ان انت هتسيب عيادتك وعيانينك والمستشفى وكل اللي وراك يعني تقعد معايا؟ كل يومين عشان بس النهارده بس عندي كذا عمليه منهم. والله النهارده بس. ادينا ابتدينا. لا والله النهارده بس. طيب كده مفضي نفسي على طول. هما كمان عاملين لك النهارده حفله في البيت كله متجمع عشان يحتفلوا. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.